المخصص لتدخل المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة 7 سبتمبر 2024. التعبير المباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السيد كامل خفاش خبير اقتصادي ممثل مترشح الحور السيد عبد المجيد تبون. المترشحون الحور في العهدة الماضية قام بإنجازات كثيرة في كل مجالات وخاصة فيما يخص كل نشاطات متعلقة بإدماج اقتصاد الوطني وخاصة في ما يخص الصناعة. الصناعة هو النشاط الذي أراد أن المترشحون الحر أن يستمر في إنجازات لخلق لإنشاء مصانع جديدة، وهذه المصانع سوف تخلق ثروة خارج المحروقات وكذلك خلق مناصب شغل جديدة. الصناعة في الجزائر تتطور تدريجيا منذ هذه السنوات الأخيرة، وفي البرنامج السيد عبد المجيد تبون سوف يكون هناك إدماج أكثر فيما يخص مصانع في كل يعني إنجازات منتوجات يعني جزائرية، كان منتوجات توصل إلى ممكن إدماجه 60-70 حتى 80%. فيما يخص الصناعة نذكر أن فيما يخص مجال صناعة المواد البناء كمثال، نذكر أن الجزائر في السنوات الماضية كانت تستورد من الخارج كل ما يتعلق بالمواد الأساسية اللي هي الحديد والإسمنت وكذلك الخزف. السنوات الماضية هناك مصانع جديدة أنجزت خاصة بعد أن نشر يعني القانون الجديد للاستثمار الذي سمح لمستثمرين محليين ولا وحتى المستثمرين الأجنبيين أن يستثمروا في قطاع صناعة مواد البناء كالحديد والإسمنت. الجزائر اللي كانت تستورد من الخارج كميات كبيرة وفاتورة يعني عالية فيما يخص الحديد والإسمنت حتى الخزف مواد الخزف، في السنوات الأخيرة أصبحت الجزائر تصدر يعني تكفي السوق المحلي وتصدر كميات كبيرة من الحديد والإسمنت وحتى مواد الخزف. في يعني البرنامج السيد عبد المجيد تبون مترشحين الحر سوف يستمر مشواره فيما يخص تطوير وتنمية صناعة كل يعني كل نشاطات وخاصة في ما يخص مواد البناء، ولهذا الهدف كي كل إنجازات كل مشاريع خاصة في مجال السكنات مثلا والمشاريع الطرق وكذلك كل ما يتعلق بالمنشآت القاعدية التي تحتاج إلى الحديد والإسمنت سوف تنجز 100% بالمواد الجزائرية. السيد عبد المجيد تبون وعد الشعب الجزائري أن في العهدة الثانية سوف يكون يعني واقف على كل يعني المشاريع التي برمجت كي تكون يعني يكون اقتصاد الوطني اقتصاد قوي في كل المجالات وخاصة مواد البناء اللي عندنا يعني مصانع
كثيرة. ونذكر أن في هذا يعني القطاع الصناعي سوف يدعم كثيرا بعد إنجاز كل ما مشاريع اللي نعرفوها اللي هي مشروع الضخم الكبير في غرج بيلات اللي سوف يخرج كميات كبيرة من الحديد التي تحول إلى منتوجات حديدية ليستعملها القطاع الصناعي داخل الوطن، وكذلك تصدير المواد يعني مستعملة كي لا نكرر يعني الأخطاء في الماضي أن كنا نصدر المواد الأولية. المواد الأولية سوف تحول في الجزائر كي تصنع مواد وكل ما يحتاجه قطاع الصناعة خاصة مواد البناء. وشكرا لكم، وفي 7 سبتمبر القادم انتخب السيد عبد المجيد تبون، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا السيد إنزار المسعود ممثل الرفيق يوسف أوشيش المترشح للرئاسيات عن جبهة القوى الاشتراكية. شاءت الأقدار أن يكون الأفافاس في كل مرة هو صمام الأمان والمنقذ للوطن والأمة بمواقفه الوطنية في هذه المرحلة المفصلية والحساسة. يكون قد سجل انتماءه إلى هذا الوطن بأحرف من ده في تاريخ هذا الوطن العزيز كما جرت العادة ككل مرة مع مؤسسي مجاهد المرحوم سي الحسين أيت حمد رحمه الله الذي ترك جيلا من ورائهم متشبع بنفس القيم والمبادئ والأخلاق، منهم هذا الشبل المخضرم سياسي يوسف أوشيش مرشحنا للأفافاس الذي يحمل برنامج الرؤية الشامل والثري في جميع الميادين. إذا ما نال ثقتكم أيها المواطنات أيها المواطنون سوف يجسد في أرض الواقع، يعود على الشعب الجزائري بالرقي والازدهار. نتحدث اليوم عن نقطة مهمة في برنامج الرؤية للمرشح الأخ يوسف أوشيش، وهي الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المستدامة. أن التنمية المستدامة هي الهدف الأساسي والأسمى للعالم أجمع دولا ومؤسسات إقليمية ودولية، ولا يغيب عن أحد أن الطاقة هي المحرك الأساسي والعنصر الفاعل لكل النمو والتنمية، فهي العنصر الأساسي لكافة القطاعات الاقتصادية ورفيقة الحياة الإنسان. كما لا يغيب عن أحد أن جل الطاقة المستخدمة في عالم أجمع هي الطاقة التقليدية وغير المستدامة، فضلا عن أنها ملوثة للبيئة وتسبب انبعاثات ضارة. أن التنمية المستدامة تقوم في مقام الأول على حماية البيئة وضمان استخدام الأمثل والتوزيع العادل للموارد بين الجيل الحالي والأجيال اللاحقة، فإن مثل هذه الطاقة التقليدية لا تسمح بتحقيق تنمية مستدامة. وبما أن الجزائر تعتبر من بين الدول النفطية المهددة بزوال الموارد النفطية التقليدية التي تعتبر دعامة تمويل الاقتصاد الجزائري، كما أنها في الوقت نفسه تمتلك إمكانيات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة وعلى غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن خلال برنامج فأنه يجب البحث جليا عن مصادر جديدة ومتجددة للطاقة تحافظ على البيئة وتضمن استدامة وتحقق العدالة بين الأجيال اللاحقة والمتوفرة في السلع وتلبي طلب المتزايد على الطاقة. ومن بين تحقق تنمية المستدامة ذلك لو بدأ أن تبدأ الجزائر في خطوات واسعة نحو إقامة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة ولا سيما طاقة الشمس والرياح لتعزز من قدراتها في تحقيق الرؤى الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة في آفاق 2030 بهدف برنامج الرؤية الذي إلى دراسة أثر الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الوعي بضرورة ترشيد الاستهلاك المصادر الطاقة التقليدية من أجل إتاحة فرص الأجيال القادمة الاستفادة منها، إيجاد سبل واستراتيجيات قوية لتحويل إلى اقتصاديات الطاقة المتجددة في الجزائر وتشجيع استثمار في هذا المجال. يقوم برنامج الرؤية على فرضية أساسية وهي الطاقة
مستجدة لهذا الدور الكبير في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك أولا تواجد علاقة وثيقة بين الطاقة المتجددة والناتج المحلي الإجمالي، توفر مصادر طاقة متجددة في الجزائر ما يجعلها تخوض تجربة تحول من طاقة تقليدية إلى طاقة متجددة محلية، ومن الصدمات الناتجة عن تأرجح أسعار المشتقات الضاربة في أسواق السلع العالمية نظام توزيع منظمات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة أكثر منا استهدافها، وإن حدث ذلك ستكون الأضرار البيئة المحدودة جدا. نؤمن نظام الطاقة المتجددة فرص عمل جديدة للعملين المؤهلين على نحو المتسارع، تعبر عامل رئيسي في تخفيف الفقر في المجتمعات النائية حيث تمثل حل نموذج لحاجيات الطاقة الأساسية. أيها المواطنون أيها المواطنة، يقترح الفاس عبر مرشحي الأنيق يوسف أوشيش إجراءات التالية من أجل استغلال الأمثل للطاقات المتجددة. وفي الأخير نداؤنا إليكم أيها المواطنين أيها المواطنات هو أن تلتفوا جميعا وبقولة حول برنامج الرؤية للمرشح الشاب يوسف أوشيش، لو بدأ من مشاركة بقوة في انتخاب وأن تنتخبوا وتسندوا مرشح الأفافاس يوسف أوشيش، مرشح تغيير، مرشح أمل الشباب، مرشح الأمان والأمان، عاشت الجزائر أبية واحدة موحدة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحيا الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المواطنون والمواطنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الشابة طيفور أميرة، طالبة في المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي. يشرفني اليوم أن أكون هناك ممثلة للمرشح عبد العالي حسني شريف في الانتخابات الرئاسية 2024. يسرني أن أكون معكم اليوم لتناول برنامج فرصة الذي يتضمن 62 تعهدا ويجسد التزامنا العميق بقيم النضال والوطنية المستلهمة من بيان أول نوفمبر المجيد. عبد العالي حسني شريف هو رجل من جيل الاستقلال، يحمل تاريخا حافلا بالكفاءة والاقتدار بصفته رئيسا لحركة مجتمع السلم، الحزب العريق اللي يمثل جزء سياسي كبير من الحياة السياسية في الجزائر. يسعى حسني شريف من خلال برنامجه إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم رؤية مستقبلية للجزائر ببرنامجه فرصة، يستلهم الروح النضالية التي رافقت ثورة الاستقلال ويعبر عن التزامنا بالمبادئ التي انطلقت منها الجزائر الحديثة. في حديثنا اليوم سأتناول معكم أحد أهم محاور برنامج فرصة، وهو المحور الثالث، التنمية الاقتصادية، وبالضبط نقطة توفير بيئة أعمال جاذبة والتي تعني الشباب والمؤسسات الناشئة. وسنتناول التحديات التي يواجهها الشاب الجزائري في هذا المجال، وكيف يهدف البرنامج إلى توفير الحلول الفعالة لهذه التحديات. في واقعنا الجزائري يواجه الشباب العديد من الصعوبات عند محاولة إنشاء مؤسساتهم الناشئة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة. فأولا يعاني الشباب من بيئة أعمال غير محفزة، حيث تتسم هذه الإجراءات البيروقراطية بالتعقيد، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن بدء نشاط تجاري في الجزائر يتطلب متوسطا زمنيا يتجاوز 200 يوم، وهذا بسبب هذه الإجراءات، ما يجعل من الصعب على الشباب الطموح بدء مشاريعهم بسرعة وفعالية، ويصعب الحصول على المعلومات الدقيقة حول فرص الاستثمار. ثانيا يواجه الشباب مشكلة الحصول على التمويل اللازم، والتي هي من أبرز التحديات التي يواجهها رواد الأعمال. هذا يعيدنا إلى قضايا تتعلق بتشريعات غير مستقرة والقيود على الاستثمار في قطاعات معينة. كاين بزاف شركات ناشئة عانت من التغييرات المفاجئة في قوانين حماية البيانات مثلا، هذه التعديلات غير المتوقعة جعلت من الصعب عليهم التكيف، مما أثر سلبا على استثماراتهم وخططهم. من ناحية أخرى يعاني القطاع الاقتصادي الموازي من غياب التنسيق والتشريعات الواضحة، مما يخلق بيئة غير متكافئة بين القطاع النظامي والموازي ويؤثر سلبا على نمو المشاريع الصغيرة. برنامج فرصة يقدم حلولا واقعية لهذه التحديات. فأولا يهدف البرنامج إلى متابعة وتحسين مؤشرات مناخ الأعمال بشكل مستمر، مما يساعد الشباب على فهم البيئة الاقتصادية بشكل أفضل واتخاذ القرارات الاستراتيجية السليمة. ثانيا يتم تكريس استقرار وملائمة التشريعات لدعم بيئة أعمال جاذبة مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. إضافة إلى ذلك سيقوم البرنامج بتوفير قاعدة بيانات وطنية محينة لفرص الاستثمار، مما يسهل على الشباب الحصول إلى المعلومات الضرورية، وسيتم أيضا تيسير إجراءات الحصول على العقار من خلال تقليل البيروقراطية وتقديم دعم مباشر للمشاريع الناشئة. فمثلا على ذلك تبسيط إجراءات تسجيل الأراضي وتسهيل الإجراءات اللازمة لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
إضافة إلى معالجة التوازي بين القطاعين النظامي والموازي، مما يعزز التكافؤ والعدالة في السوق بطرق تنظيمية وتدابير تشجيعية، وهذا يشمل تحسين الرقابة وتقديم حوافز للشركات الناشئة للانتقال إلى القطاع الرسمي، مما يضمن بيئة تنافسية عادلة. في الختام أود أن أؤكد أن برنامج فرصة ليس مجرد وعود، بل هو خطة استراتيجية تهدف إلى تغيير واقع الشباب الجزائري بشكل ملموس، مع الالتزام القوي بقيم النضال والوطنية التي يمثلها المرشح عبد العالي حسن الشريف. ونحن على يقين تام بأن الجزائر ستشهد انطلاقة نوعية وجديدة في مجال ريادة الأعمال والابتكار. ندعوكم إلى التصويت على عبد العالي حسن الشريف واغتنام هذه الفرصة التي لا تأتي إلا مرة في 5 سنوات، وموعدنا 7 سبتمبر 2024 من أجل جزائر قوية ومزدهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.